بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق الشوط السابع للخيل العربية لاصل الشوط مشروط ولمسافة 1900 متر. اندفاع للجياد ودكرات ومحاولة التقدم في هذا الشوط مع الخيال ماركو كازامينتو من الجهة الخارجية بالشعار الأبيض والأخضر فويرة رقم 5 والخيال توماس لوكاسيك المدرب إبراهيم سعيد المالكي ملك الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني. المركز الثاني على ما يبدو لي هنا ظهور لميلاد من تدريب أحمد قبيسي ملك سيد نايف بتال العتيبي والخيال إدواردو بدروزا. في ثالث المراكز دوكرات مع ماركو كازامينتو المدرب جوليان سمارت ملك السيد خليفه بن اشعيل الكواري، ايضا محاولات من الجهه الداخليه بالكاب الازرق جولد عام رقم 6 مع الخيال جيبي جامبر والمدرب محمد الغزالي ملك السيد محمد بن فهد العطيه. الجياد بعد الانعطاف الثاني والتوجه نحو المنعطف قبل الأخير، لازلنا مع فوير في الصدارة مع الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني. المركز الثاني مشاهدة لميلاد، المركز الثالث دوكرات، وأيضا محاولة من رقم 5 في هذا الشوط أو 6 من جولد عامر مع الخيال جيبي كامبر. إذا السيلفيو أيضا ضمن القائمة في المقدمة، ولكن تغيير في المراكز مع التوجه نحو المنعطف قبل الأخير، لكن فويرت حتى الآن في الصدارة وميلاد في المركز الثاني. دوكرات ستيلفيو أيضا من الجهة الخارجية والمحاولات تأتي أيضا بالكاب الأحمر نيجنسكي الموري رقم 9 مع الخيال ديفيد ألان. إذا توجه الجياد نحو المنعطف الأخير، نشاهد هنا تقدم دوكرات ونينسكي الموري من الجهة الخارجية آخر 400 متر. فويرت في المركز الأول حتى الآن وزالج الشام من وسط الجياد، محاولة أيضا تقدم دوسولاري في المركز الثالث. إذا زالج الشام يبحث عن انتصار جديد له وانتصار رابع. زالج الشام يتقدم، زالج الشام قدام حتى الآن، محاولات قوية من دوسولاري، ولكن زالج الشام ليساد الشام بريسينج والمدرب ألبان دميول والخيال سفيان سعدي وتوسعة الفارق بين بقية الجياد وصدارة الشوط السابع من نصيب السادة الشك بريسينج. إذا زالج الشام الحصان الأشقر اللي عمره 5 أعوام إذن هنا النتيجة النهائية والرسمية بالنسبة للشوط السابع للخيل العربية الأصيلة. نشاهد الصدارة والمركز الأول رقم 2 زالج الشام من تدريب ألبا دميول ملك السادة الشك بريسينج والخيال سفيان سعدي، تهنينا هذا الانتصار. في المركز الثاني رقم 3 بيكاردوس لاري المدرب والمالك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والخيال استيما مازور. ثالثا رقم 9 في هذا الشوط من خلال نيجيسكي الموري من تدريب محمد الغزالي ملك السيد محمد بن فهد العطية والخيال ديفيد ألان. رابعا رقم 7 مع معيوف المدرب ألبان دميول أيضا للسادة الشك بريسينج والخيال رونان توماس. وفي المركز الخامس رقم 1 هيدالغو دوكرات من تدريب جوليان سمارت ملك السيد خليفة من إشعيل الكواري والخيال ماركو كازامينتو. تهانينا لكل الفائزين، وننتظر وإياكم الشوط الثامن والختامي كأس زكريت للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي شوط مشروط ولمسافة قصيرة 1200 متر. نتمنى التوفيق لكل المشاركين.